شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. كان حديثنا يدور حول قضية الإمامة، وقلنا إن هنالك ثلاث نظريات، أو بتعبير أدق ثلاث فرضيات في موقف النبي صلى الله عليه وآله تجاه قضية الإمامة من بعده. الفرضية الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله اتخذ موقف الإهمال واللامبالاة من هذه القضية، فلم يعين نظاما للإمامة من بعده، ولا عين شخصا للإمامة من بعده. هذه الفرضية أولا ينفيها التصوير القرآني لشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وثانيا تنفيها الواقعية التاريخية التي تعكس لنا منهج رسول الله صلى الله عليه وآله، وثالثا تتناقض مع ما نعتقده، بل مع ما يعتقده جميع المسلمين من أن هذا الدين دين كامل لا نقص فيه. إذن لا يمكن لمؤمن ولا يمكن لمسلم أن يفترض هذا الموقف في رسول الله صلى الله عليه وآله. الفرضية الثانية أن موقف النبي صلى الله عليه وآله تجاه قضية الإمامة من بعده كان موقفا إيجابيا، وذلك عبر تعيين النظام
وهذا النظام هو نظام الشورى. النبي صلى الله عليه وآله ترك الأمر لانتخاب المسلمين، أي شيء انتخبوه، أي واحد بايعوه، أي واحد رضوا به فهو الإمام من بعده. هذه هي الفرضية الثانية، وقد ذهب إلى هذه الفرضية كثير من الأفراد قديما وحديثا. هذه النظرية ليست نظرية جديدة، لا، وإنما لها جذور في التاريخ. يجدر أن نتوقف عند هذه النظرية لأن الآخرين يركزون على هذه النظرية ويؤكدون على هذه النظرية. هنالك عدة ملاحظات حول نظرية الشورى في الإمامة. الملاحظة الأولى: هل نجد لهذا الموقف نظيرا في تاريخ الرسالات الإلهية؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ أبينا آدم؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ نوح؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ إبراهيم؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ موسى؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ عيسى؟ هل نجد له نظيرا في تاريخ خاتم الأنبياء محمد؟ آدم أصبح نبيا بالتعيين الإلهي أم بالشورى؟ نوح أصبح نبيا بالتعيين الإلهي أم بالشورى؟ إبراهيم أصبح نبيا بالتعيين الإلهي أم بالشورى؟ موسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب ويوشع وإدريس وذي الكفل، هؤلاء أصبحوا أنبياء بالتعيين الإلهي أم بالشورى؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، مو بالشورى، مو بانتخاب الناس. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، مو أنه جماعة من قومه إجوا وقالوا يا نوح أنت خوش آدمي، جيد أن تكون وسيطا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاصطفاء الفردي كان بيد الله، الاصطفاء المجموعي كان بيد الله. إن الله اصطفى آدم ونوحا، اصطفاء فردي، وآل إبراهيم وآل عمران، الاصطفاء المجموعي على العالمين. فالاصطفاء الفردي كان بيد الله، والاصطفاء المجموعي كان بيد الله. حتى قائد، لاحظوا تاريخ النبوات، لا فقط في تعيين الأنبياء،
حتى في تعيين قائد لمعركة. معركة قائد لهذه المعركة وهو طالوت. عندما داود أراد أن يختار قائدا لمعركة، معركة تطول شهر أقل أكثر، فترة زمنية محدودة، عندما أراد أن يختار لم يفوض الأمر إلى الناس، أيها الناس تعالوا انتخبوا قائد لهذا الجيش، لا، قال إن الله اصطفاه عليكم. هذا اصطفاء إلهي، هذا انتخاب إلهي، لم نجد لا في القرآن الكريم ولا في كتب الأحاديث ولا في كتب التاريخ أن نبيا من الأنبياء، أن وصيا من الأوصياء انتخبته الشورى. لا، كل كان تعيين، كأنه في قضية الإمامة النبوات الأنبياء كان عنده تركيز أن لا يكون الموضوع بيد الناس، وإنما يكون الموضوع بيد الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، الأمر ليس بيده. حتى لاحظوا في القرآن الكريم موسى صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يأخذ معه كم واحد إلى الميقات، إلى الطور، حتى يسمعوا كلام الله. اليهود اقترحوا على موسى صلوات الله عليه أنه جماعة منهم يأتون معه إلى الطور ليسمعوا كلام الله، ما قال انتخبوا، ما قال عينوا مجموعة منكم، هو الذي عين. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، هو انتخب. حتى هذه القضية، قضية الإمامة، لا يفكر إنسان أن من الممكن أن الإرادة البشرية تتدخل فيها. هذه الملاحظة الأولى، أننا لا نجد ولم يدع أحد لا من السنة ولا من الشيعة أنه وجد في تاريخ نبي من الأنبياء أو وجد في تاريخ وصي من الأوصياء أنه جاء إلى مقام النبوة أو إلى مقام الولاية عبر نظام الشورى. النبي كان استثناء صلى الله عليه وآله في تاريخ الأنبياء، كان بدعا من الرسل، الشيء اللي ما كان له أي نظير في تاريخ أي نبي من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وآله جاء به. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هل نجد لهذا الموقف نظيرا في تاريخ نبي الإسلام صلى الله عليه وآله؟ أكو نظير؟ أكو مثيل؟ كلامي حول الشورى في الإمامة،
لا في الشورى في قضية نكاح أو طلاق أو رضاع أو مرحلة ما بعد الأئمة صلوات الله عليهم، مو كلامي في هذا، الشورى في الإمامة. هل نجد نظيرا في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله لهذا الموقف؟ النبي صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يخرج من المدينة، كان يطلع من المدينة لغزواته، كان يجمع أهل المدينة: يا أيها الناس انتخبوا لكم إماما فترة غيابي. أكو في التاريخ النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث سرايا، يبعث مجموعة لحرب، لأن أحيانا النبي صلى الله عليه وآله هو كان يطلع، أحيانا النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث مجموعة إلى حرب أو إلى غزوة. كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله؟ مو مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات، عشرات المرات تكررت هذه الظاهرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله، كأن النبي كان يستشرف بعلم النبوة بعلم الغيب أنه سوف يأتي جماعة يتمسكون بهذه النظرية. النبي كأنه صلى الله عليه وآله كان يركز أنه لا شورى في الإمامة، تركيز، ولا في مورد واحد النبي صلى الله عليه وآله استخدم نظام الشورى في الإمامة، وإن كان لفترة مؤقتة. يعني النبي نقض قانون الشورى الذي يدعون عشرات المرات في حياته. تركيز لا شورى في الإمامة من بعده. ليكون واحد يجي يقول في غزوة تبوك النبي سوى شورى في قضية الإمامة، وهذا دليل على أن النبي يقبل الشورى في الإمامة من بعده. ليكون واحد يجي يقول ذلك. هذه نماذج، وما أكثر النماذج في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. البارحة كنت أتصفح أعظم كتاب عند أبناء العامة بعد القرآن الكريم، وهو صحيح البخاري، الذي يقولون إن جميع ما فيه صحيح. تصفح عابر في صحيح البخاري، لاحظوا تركيز من النبي صلى الله عليه وآله على التعيين، تعيين القائد وتعيين الإمام. هذه مجموعة من الموارد، اللي عنده صحيح البخاري خلي يشوف هذه الأبواب مثبتة، اللي ما عنده هذا الكتاب فليراجع المكتبة. أولا، باب سرية عبد الله ابن حذافة السهمي. سرية، كم واحد كانوا؟ 20 30، أكثر أقل ما أدري. حتى في هذه السرية المتواضعة النبي عين
ما قال انتخبوا واحد منكم، لا، فلان هو الإمام على هذه السرية، بعث النبي سرية واستعمل عليها رجلا من الأنصار، واحد من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، قال هذا إمامكم فاسمعوا له وأطيعوا. هذا شورى له، هذا تعيين، هذا تنصيب. فغضب، ما أدري شنو صار، صارت قضية معينة، فغضب هذا القائد فقال: أليس أمركم النبي أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. إلى آخر القضية. صحيح البخاري الجزء الثامن في الطبعة التي عندي صفحة 46، سرية متواضعة، النبي أمر عليها إماما، تأمير وتعيين. ثانيا، باب غزوة سيف البحر، هذه غزوة ثانية. كم واحد كانوا؟ ما أدري، قد يكونون جماعة 100 أقل أكثر. يقول في صحيح البخاري: بعث رسول الله بعثا قبل الساحل. هو طبعا كل ما كان يكتب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله، وأمر عليهم أبا عبيدة، جعل أبا عبيدة أميرا عليهم. الجزء الثامن صفحة 61. ثالثا، في صحيح البخاري باب غزوة تبوك. يقول البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى تبوك، هو طلع، واستخلف عليا. المدينة كانت جدا مهمة، اليهود، الكفار، المنافقين من الداخل إذا شافوا القاعدة خلت يمكن أن يهجموا على المدينة ويحطموا قاعدة النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج استخلف عليا صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ أنتوا تروحون للجهاد وأنا أبقى هنا في المدينة؟ فقال، حقيقة البارحة كنت أقرأ هذه الرواية وأتعجب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حقيقة عجيب. أولا، شلون أن الله سبحانه وتعالى، هذا البخاري الدقيق إلى أبعد الحدود، أسقط ألوف الأحاديث، ما أريد أدخل هذا الميدان، دقته، حذره، ولكن الله سبحانه وتعالى أجرى الحق على لسانه وبقلمه. وثانيا، عجيب، هؤلاء الذين يرون مثل هذا الحديث، النبي بعد شنو يقول؟ النبي إذا يريد يقول علي خليفتي من بعدي، شنو يقول؟ يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما يقبلون.
يقول أنت وصي وخليفتي من بعدي، ما يقبلون. يقول أنت مني، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ علماء الأصول يقولون أن اسم الجنس المضاف يفيد العموم، يعني إذا قلنا مال زيد انتقل إلى عمرو، يعني شنو؟ مال اسم جنس يفيد العموم، يعني جميع أمواله انتقلت إلى عمرو بمنزلة اسم جنس. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني جميع ما كان لهارون من موسى ثابت لعلي صلوات الله عليه من رسول الله. شنو موقع هارون من موسى؟ شنو موقعه؟ موسى الشخصية الأولى، من هي الشخصية الثانية؟ هارون. يقول لنفس المقام اللي كان عند هارون من موسى لك ذلك المقام، إلا استثناء يفيد العموم، إلا أنه ليس نبي بعدي. هارون كان نبي بينما أنت لست نبيا، ولكنك الشخصية الثانية بعدي، لك جميع ما لي. ثبت لرسول الله الولاية على المؤمنين؟ نعم. فيثبت لعلي الولاية على المؤمنين. ثبتت وجوب الإطاعة لرسول الله على المؤمنين؟ نعم. فثبت لعلي وجوب الإطاعة على المؤمنين. ثبت للنبي أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ نعم، وأموالهم. فثبت ذلك لعلي بنص هذا الحديث. رابعا، باب بعث النبي أسامة بن زيد. هاي أبواب البخاري رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. يقول البخاري عن عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بعثا وأمر، هاي في أخريات أيام حياته، فد نموذج يا رسول الله اعطينا لنظام الشورى في الإمامة، فد نموذج واحد. الآن بعد النبي على فراش المرض، الآن النبي دا يموت صلى الله عليه وآله، فد نموذج. لا، تركيز ضد هذا النموذج. إن رسول الله بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقال رسول الله إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، قبل ما أنا عينت أبوه ما رضيته، ما رضيته، المسلمين مو راضين، القضية مو بيد المسلمين، القضية بيد الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. النبي كان يعين بأمر الله سبحانه وتعالى، ما كانوا راضين، القضية مو بيدهم. إذا جماعة من المسلمين ما رضوا أن صلاة الصبح واجبة، يعني النبي يرفع يده عن هذا الحكم؟ يعني الله يجعل العبادات والمعاملات والأحكام بيد المسلمين؟ لا. إن تطعنوا في إمارته
فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله، يعني قسما بالله، إنه كان لخليقا للإمارة. ابن حجر اللي هو كاتب شرح على البخاري اسمه فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول: إنما أخر المصنف، يعني البخاري، هذه الترجمة لما جاء، دققوا في هذه الكلمة، إنه كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي بيومين. راد يطلعهم، طلعوا من المدينة، جاء بشيوخ المهاجرين والأنصار وفيهم الأول والثاني، قال: هذا أسامة أميركم، طلعوا من المدينة، نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. راد يطلعهم من المدينة، لأن النبي كان ينظر بعلم الغيب نواياهم وخططهم يوميا قبل وفاته، طلعهم من المدينة، ولكن ما طلعوا، راحوا على مسافة ثم رجعوا إلى المدينة. راجعوا هذا فتح الباري صفحة 115 الجزء الثامن، باب غزوة الرجيع والرعل وذكوان، في رواية أيضا باب غزوة مؤتة من أرض الشام، فيه رواية. البخاري يقول عن عبد الله بن عمر قال: أمر تأمير، يعني تعيين، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة مؤتة زيد بن حارث، قال: هذا أميركم. فقال رسول الله: إن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليه، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواح. الجزء الخامس من نفس صحيح البخاري هذا، صفحة 182، تعيين، يعني عشرات المرات النبي عمليا كان يقول: إنني لا أرضى، إنني لا أقبل. هذا مو كتاب مرسل، هذا كله صحيح البخاري، راجعوه. النبي في كل مورد يقول: أنا ما أرضى بنظام الشورى، أنا ما أقبل نظام الشورى. إذا النبي كان يريد نظام الشورى، على الأقل في مكان واحد كان يقول: أيها المسلمون تعالوا وانتخبوا واحد منكم. في كل سرية، في كل بعثة، في كل غزوة، في كل موقع، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول للمسلمين في حياته وللمسلمين بعد وفاته: أنا ما أرضى بنظام الشورى، أنا ما أقبل في الإمامة. من بعده، ولكن يقولون: لا، النبي صلى الله عليه وآله جاء بنظام الشورى، غير يدرب الأمة، غير يعلم الأمة، ألا يحتاج إلى تمرين؟ ألا يحتاج إلى تعليم؟ ألا يحتاج إلى ممارسة؟ أنتوا ابنكم عندما تعلموه على شيء تدربوه مرة ومرتين وتشرفون عليه، مو أنه تتركونه هكذا. هذه الملاحظة الثانية حول نظرية الشورى. نترك بقية الملاحظات
هذه النظرية حقيقةً تستحق أن نتوقف عندها ونبحثها. تبقى ملاحظات أخرى نتركها ليوم قادم إن شاء الله. نختم كلامنا بهذه القضية. أحد العلماء كان قد ذهب إلى قرية يقال لهذه القرية قرية مهاباد، معروفة في إيران. أهل تلك القرية ضيفوا، معروفين كما ينقل أهل تلك القرية بحسن الضيافة، ودعوا كبار القرية، رؤساء القرية، علماء القرية لعشاء بحضور هذا العالم. اجتمعوا على مائدة العشاء. كان عالم من علمائهم، توجه إلى هذا العالم الشيعي وقال له: ما رأيك في فلان، يعني في الأول؟ فقال العالم الشيعي: اترك هذا البحث، سيحنا سفرة طعام ومحل الآن نبحث في هذه القضية. فأصر ذلك العالم أنه: ما هو رأيك؟ قول رأيك، كلمات قلائل وتنتهي القضية، ما يحتاج إلى تفصيل. العالم الشيعي قال: في الواقع عقيدتي في فلان، يعني في الأول، أنه كان أبعد نظرا وأكثر تدبيرا وأفضل إدارة من رسول الله صلى الله عليه وآله. فضج الحاضرون: شنو هذا الكلام؟ الأول كان أبعد نظرا من رسول الله، كان أفضل تدبيرا من رسول الله، كان أفضل إدارة من رسول الله، شنو هذا الكلام؟ فتوجه إليه ذاك العالم وقال له: شنو هذا الكلام؟ أين فلان وأين رسول الله؟ ماكو نسبة بين فلان وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. قال العالم الشيعي: أنا الآن أجيب الدليل. الدليل على ذلك أن الأول حكم عاميا، ولكن عندما أراد أن يموت كان يفكر في مستقبل هذه الأمة، إذا ترك هذه الأمة بلا والي بلا راعي شنو يصير وضع هذه الأمة؟ عندنا مهاجرين، عندنا أنصار، عندنا أوس، عندنا خزرج، عندنا مسلمة الفتح. هذه التناقضات الموجودة في المجتمع، هذه الرواسب الجاهلية سوف تمزق هذا المجتمع. فكان يفكر في مستقبل الأمة. منو الأول؟ ولذلك كان واقع في فراش المرض. هذا بين قوسين مني هذا التعليق. كان نايم في فراش المرض، هذا كاتبي الكامل، تاريخ الطبري، الإمامة والسياسة لابن قتيبة، هاي كلها تواريخ. كان نايم في فراش المرض، اشتدت به العلة، التفت إلى الثالث وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به فلان، يعني الأول، خليفة رسول الله. هذا نص كتابه.
هذا ما عهد به فلان، يعني الأول، يعني هو خليفة رسول الله إلى المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، إني أحمد الله إليكم، أما بعد فإني وليت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. هذا كتاب أبو بكر أملاه على عثمان حول خلافة عمر. دخل عليه الصحابة، هذا أيضا موجود في تواريخهم، راجعوا، الإمامة والسياسة موجود، الطبري موجود. دخل عليه الصحابة، هم كاتبين معترضين أنه هذا رجل تعرف بوائقه، هاي عبارتهم، وفي بعض التواريخ تعرف أنه رجل فظ غليظ، كيف وليت علينا هذا؟ كيف وليت؟ وماذا تجيب الله غدا إذا سألك لم عينت علينا هذا؟ شنو جوابك؟ فقال أبالله تخوفونني؟ من الله تخوفوني؟ هذا نص عبارته إلى آخر كلام، راجعوا التواريخ. أقول إني وليت عليهم مثلا أفضل واحد في نظري، تعين. هذا كان بين قوسين. نعود إلى كلام العالم. الأول كان يفكر أنه هذه الأمة لا تضيع، لا تمزقها الخلافات، الأحقاد الجاهلية الموجودة لا تخربط وحدة هذا المجتمع، فإذا كان بعيد النظر وبعيد المدى. ولكن النبي صلى الله عليه وآله 23 سنة تعب، نقل المجتمع من الجاهلية إلى الإسلام، وبعدين يعرف أنه دا يموت، الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون، هو قال أنه أنا دا أموت على فراش المرض، هو قال إني يوشك أن أدعى فأجيب، وترك الأمة بلا والي، بلا تعيين، بلا أن يبين لهم فرد، بلا أن يبين لهم نظام، أبدا، أي شيء خلي يفعلون خلي يفعلون. وبعدين تنازعوا وتصارعوا، وفي السقيفة أي نزاع وأي صراع. البارحة كنت أشوف في التاريخ كلمات الثاني في صحيح البخاري، عجيب كان عندي، حقيقة عجيب كان عندي. صحيح البخاري ينقل عن الثاني كيفية السقيفة، إن شاء الله نذكرها لكم في يوم آخر. يقول ولقد نزونا على سعد بن عبادة، راجعوا اللغة شوفوا شنو معنى نزا، ولقد نزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة. هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله فورا، هذا صحيح البخاري. صحيح البخاري راجعوا كتاب المحاربين باب رجم الحبلى، مكان بعيد، جزء 8 صفحة 208 إلى 211. فتركهم، فأيهما كان أبعد نظرا؟ الأول اللي فكر في مستقبل الأمة. لو النبي اللي ما فكر في مستقبل الأمة، فسكت ذاك العالم، فتوجه إليه العالم الشيعي، قال أحد الاثنين، لو قول النبي ما عين، إذن الأول أبعد نظرا منه، وإما قول عين، إذن ارفع إيدك عن فكرك، واحد من الاثنين. لو قول النبي ما عين،
إذن الأول أبعد نظرا من النبي صلى الله عليه وآله. لو قول عين فارفع إيدك عن فكرك وعن خطك، شنو جواب هذا؟ قالوا ذاك العالم المخالف ذيك الليلة لم ينم إلى الصباح، وبين فترة وأخرى كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه ما إلى جواب، ما إلى منطق. هذه بعض الملاحظات الأولية حول هذه النظرية، نظرية أن النبي صلى الله عليه وآله عين نظام الشورى في الإمامة من بعده، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.